يقول لك دي المداخلة ودي عبدة آل سعود وده عالم علامة الإمام الألباني محدث العصر قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل إلا أحد رجلين اثنين بس إما جاهل والجاهل يعلم وإما صاحب هوى ونحن قال نحمد الله ده المحدث الألباني ده العلامة بجد مش الدد بتاعك المبتدع الصوفي الإخواني ده العلامة بجد لو كان هم عندهم ذرة بتاعت إنصاف وذرة بتاعت عدل نقح كتب السنة يا أخي الأحاديث النقعة أنت كإخواني ما تقدر تعدها يا بليد تي تطعن في علماء السنة في الشيخ ربيع الشيخ الألباني وغيره قال الألباني قال ونحن نحمد الله أن سخر لهذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية دعوة السلف الصالح مثل هذين الرجلين الربيع والشيخ مقبل طبعا فيه انت يا سافل قول لك ده المداخلة